بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بالدكتور اشرف عبد الواسط رئيس جامعه المنصوره والاساتذه والعلماء وكل الساده الحضور الكرام، واشكركم على دعوتي النهارده ان انا اكون معاكم لحضور الحفل الختامي لمهرجان المنصوره الرقمي الاول للمواهب. هي فكره رائعه ورائده زي ما تعودنا دايما من جامعه المنصوره. اذا كنا بنتكلم على مسابقات بشكل رقمي في مجالات متعدده سواء ادبيه او فنيه، فده يتماشى الحقيقه مع توجه الدوله وتوجه العالم كله الى التحول الرقمي. فكون يكون مسابقه موجوده لتقيس المواهب والقدرات لمختلف الطلبه في مجالات ادبيه وفنيه زي اللي هنعرفها، اتصور ان دي يعني سبق محترم جدا، وهيبقى في المستقبل شكل للوصول الى اكتشاف مواهب متعدده من خلال التحول الرقمي او من خلال المنصات الالكترونيه. وده ما كانش الحقيقه فكره جايه من فراغ، ولكن اسره جامعه المنصوره معودانا دايما على مبادرات رائعه ومتميزه. فانا بشكر كل اللي ساهم واشتغل في هذه المبادره وكان ليه دور في اعداد وتنظيم فعاليات هذا المهرجان. وايضا انا يعني مبسوط ان في طلاب كتير اشتركوا في هذا المجال، مش بس طلاب، كمان في مواطنين كانوا من خلال لجنه التحكيم. مفيش شك ان الجامعه زي ما هي معنيه بتعليم، لكن كمان هي معنيه باكتشاف مواهب وثقل مواهب الطلاب بشكل كبير. فمهم قوي فتره الدراسه في الجامعه ان احنا ندور في ناس ممكن يكون عندها مواهب لكن هي محرجه انها يعني تفصح عنها، لكن وجود منصات ووجود منتديات زي اللي احنا موجودين فيها النهارده ده بيخلي في تشجيع لكل الناس انها تتقدم بمواهبها المختلفه علشان تبقى ممكن من خلال وجودها في الجامعه يتم العمل على ثقل هذه المواهب بالعلم. لان في طبعا مواهب بتبقى موجوده بالفطره عند الشخص، لكن اذا تم يعني دعم المواهب دي بتعليم وببحث في المجالات المختلفه ده اكيد هيبقى بيزود من الموهبه. فالحقيقه لما نبص على الرسائل المهمه اللي هذا الحدث ممكن يرسلها للناس، فمشاركة اللي اشترك فيها الطلاب بتعكس الحقيقة قدر الاهتمام الكبير على هذه الفعاليات الإبداعية. فاحنا شفنا من خلال الحصر حوالي 27 جامعة حكومية وخاصة اشتركت في هذه الفعاليات، والتنافس كان من خلال 13 مجال سواء شعر أو أدب أو قصة أو تلاوة أو غناء أو عزف أو أفلام قصيرة أو تصوير فوتوغرافي أو حتى تصوير معالم أثرية. ودي منافسات الحقيقة يعني رائعة جدا، لأنها كان فيها حوالي 600 مشترك بتنافسوا من خلال كل المجالات اللي أنا ذكرتها. الرائع كمان أن مشاركة حوالي 20,000 من المواطنين في تقييم المشاركات دي كان شيء هام جدا، لأن هو بيقول أن في تفاعل مع المحيط المجتمعي للجامعة ومع الأنشطة الموجودة داخل الجامعة. الحقيقة في الختام أنا بأكرر التحية لكم جميعا، واتمنى ان انا يعني اشوف منتديات ومهرجانات كثيره باستخدام هذه التقنيات المستقبليه. وكمان بهنئ كل بناتي وابنائي الفائزين بجوائز هذا المهرجان، وكمان بقول لكل المشاركين عملتوا مسابقه رائعه، سواء فزتم او ما فزتوش مش دي القضيه، لكن القائمين على هذا العمل هي من جامعه المنصوره على تنظيم الفعاليات ده شكر موصول ليهم، وان شاء الله اكون معاكم قريب عشان نحتفل بالطلاب الفائزين. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.